والله هي سنين ما يعلم بها الا المولى. بصوا كده معايا في الفاتوره دي كده، دي مش فاتوره، هي ورقه كده المحترم صاحب المحل كتبها لنا، ورق دي برياش ب 790 جنيه، يعني 800 جنيه، وجوان وش الزيت اللي هو الجوان بتاع وش الزيت بتاع البلسر 180 ب 45 جنيه. تخيل كده السبع ورقات دي برياش دول ب 800 جنيه. الاسعار راحت في داهيه، والله الاسعار راحت في داهيه، بس مش عارف ايه ده، بفطره بجد. انا عشان اغير ورقه دي برياش 800 جنيه، ورقه دي برياش وجوان كمان 50 جنيه، يعني اخش لي في 1000 جنيه علشان اغير ورق دي برياش. ربنا يكون في عون الناس، والله ربنا يكون في عون كل واحد راكب موتوسيكل. المهم ان ده ورق دي برياش البليسر ال 180، ماشي. المكنه ديت واكله ورق دي برياش او حرقه ورق دي برياش، وصاحبها جابه علشان نغيره لها. شايفين ورق دي برياش انهرى وانحرق، مطلع ايه على الديسك، على الحله بتاع الديسك. بصوا، المهم تعالوا كده اوريكم ورق دي برياش. شايفين ورق دي برياش عامل ازاي؟ محروق مفحم. من الملحوظات برضو اللي انا شفتها لما حليت ورق دي برياش، ان كان فيه الثلاث ورقات الاولانيين كانوا طالعين ناشفين بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. شايفين ناشفين ازاي؟ دول غرقانين زيت ودول ناشفين، تحس ان هما ما بيوصل لهمش زيت. فاكرين الفيديو بتاع الكورونا اللي انا مسكتها وخرمتها، جبت الشنيور وخرمتها من هنا؟ الناس اللي قعدت تنتقدني كتير ويقول لك هو الخواجه مستنيك علشان تجيب انت الشنيور وتقعد تخرمها. تعالوا كده موريكم الكورونا ديت، الكورونا ده هي بتاع ال 180 الاصليه. المكنه ديت اول مره تحل اهي، اصليه. بصوا كده الكورونا الاصليه عامله ازاي، متخرمه فخرمه هي. واحد اهوت واحد الناحيه الثانيه، ماشي. علشان بس الناس الفتايين اللي قعدوا يقولوا لك انت هو انت بتخرم الكورونا ليه، هو الخواجه مستنيك انت في الشنيور بتاعك ده علشان تخرم الكورونا؟ لا يا جماعه، الشركات كلها العالميه اللي هي بتصنع موتوسيكلات وبتعمل موتوسيكلات بمواصفات معينه، الكوارين كلها بتاعه الدبرياج ده هي بتكون متخرمه، يعني الكوارين بتاع الموتوسيكلات البنيلي متخرمه زي الكورونا دي كده بالظبط. طيب ايه فايده الاخرام ديت؟ الاخرام ديت بتغذي ورق الدبرياش بالزيت اللي احنا شايفينه ده. يعني انتوا لو بصيتم للورقتين القدامانيين اللي هم بيكونوا في الاول غرقانين زيت زي ما احنا شايفين، ليه؟ عند الاخرام، الاخرام هنا في الاول اهي اهي، دي واحده اجيب الخرم الثاني اهي. لكن الثلاث ورقات الاولانيين دهمت، الاولانيين دهمت اللي هم ناحيه بره، ما كانوش غرقانين زيت وكانوا ناشفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ليه؟ علشان مفيش اخرام في الكورونا من النص الاولاني من هنا، هي الاخرام لحد هنا كده بالظبط عند التلات ورقات الاولانيين من ناحيه جوه، واصله لكم؟ لكن الناحيه ديت مفيش اخرام. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنزودها اخرام ناحيه النص الجواني ده علشان نغذي التلات ورقات الاولانيين دهمت زيت. اللي احنا بنعمله ده مش اختراع يعني ولا حاجه، يعني ده هي حاجه علشان تغذي ورق الدبرياش بس بالزيت مش اكتر، ويحافظ على ورق الدبرياش علشان ما ينشفش كده من الزيت ويتاكل. علشان ال 800 جنيه بصراحه، يعني ال 800 جنيه انا شايفهم كتير قوي. وعايز اوضح حاجه مهمه جدا برضو، الاخرام ما بتضرش الكورونا في حاجه، الاخرام هي ما بتضرش الكورونا في حاجه، انت بتخرم واحده وتسيب واحده كده علشان يغذي ورق الدبرياش بالزيت بس مش اكتر، ما بتضرش الكورونا في حاجه. وبعيد كلامي تاني علشان الناس اللي بتقعد تنتقدنا، هيجي واحد بقى ناصح من الناصحين يقول لك لا ده ورق الدبرياش ده ناشف كده علشان الموتور ده ما كانش فيه زيت. لا يا باشا، المكنه ديت منزله زيت اهوت ونازل ريتل كامل، ما هوش ناقص. القصه زي ما قلت لكم كده علشان الكورونا ما كانتش متخرمه، واصله لكم؟ وديت الكورونا بعد ما خرمناها بتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده.